ومش بس مارك، انت كمان عندك مارسيل وكارل يلي انجبتيهم من زواجك الثاني عام 2005 قبل ما يتم الانفصال عام 2016. تنزعجي لما ترافقك صفت مطلقه؟ لا ابدا. لا، شي مره سمعتيها طنت هيك بدينتك؟ بلا ما تطن، ما هي بتنكتب الطلاق ومطلقه، وفي ناس تقول انا مطلقه، انه اكيد ايه، بس هي بتاثر. انتبه، بالمجتمع بلبنان او باي بلد إن كان بتاثر حسب الناس. مطلقه إيه؟ اذا هيك بده يسموا مطلقه. عن جد ما بعرف كيف تستبدل، لانه منها حلوه، منها حكر بس على اللي تزوجت، لانه قبل فعلا كانت البنت تصير سيده ببيت زوجها، وهذا اللي صار انا مع حاته. وبقول لك هذا الاول والاخير، لانه هذا صنون الزواج بعد الكنيسه وبعد المباركه. تمت هالشراكه الجسديه والروحيه. نادين، ما بدي ادخل بتفاصيل هالزواج وسبب طلاقه وغيره، بس اليوم انا وجمهوري بنسال نادين، عم تقدر تشوف كارل ومارسيل او بعدك منك قادره تشوفيهم؟ مش مني قادره، انا ناطرتهم، بس هن ممنوعين. بتعرف هذا اللي بيلقطك وبصير بده هيك يعمل لك على جرحك، ينخر بعظم. ايه، قمت انا شو عملت؟ لقطت الزميل وغرزته منيح، اف هالقد الوجع، بس غرزته. ممنوع بقى يحركه لا شمال ولا يمين إلى أن ربنا يريد أنه يشل لي من قلبي تكون شيء. بتخافي يكبروا الأولاد وما يرجعوا لحضن نادين الراسي؟ أكيد إيه، بس مش مشكلة، في حياة أطول من هيك. برأيك أي صورة مزروعة براسهم عن أمهم اليوم؟ إيش؟ أنك تضربهم هالقد؟ إيه، لأنه بحلقة كانوا بدهم يجيبوهم، تواصلوا معه وحدا من الأولاد قالوا لا، لأنه كانت تضربنا، بدها تيجي تعتذر منا لأنه كانت تضربنا. فهذا كان الشرط وما حق عمله، لأنه ما كنت أضربهم سنوي. أنا ولدتهم، الله أعطاني هن إلي، وربنا إذا شايف هالولاد خلفة صالحة وقدر ينجيهم من الأشياء اللي ممكن تنزعهم بالحياة، أنا جهزت لهم. وإذا شايف أنه لا، على أمل العودة قريباً. يا نادين، بدي أطلب منك تطلع على الكاميرا ونفترض إذا كارلو ومارسيل، لا لا، نفترض أنهم هن عم يسمعوك ويحضروك، شو بتقولي لهم؟ شيء أنت منك قادرة تقولي لهم إياه وجهاً لوجه؟ بتعرف ثقيل شغلة عن جد، أنه ليه أنا بدي أقول، وعندك طرف تاني بحق له كمان يقول، يمكن ليبرر حاله، بكون عم بظلمه بمحل. هذا إنسان أنا لأول مرة، لأنه وصلت بقناعتي لهيدا الشيء بفترة كرهته، هلأ لا، ما عبالي أقول، لأنه أنا بعرف شو يعني ظلم. أنا انظلمت، وأنا يا ماما مظلومة، أوكي؟ فيكن، بس ما في شيء بيظلمني، وظلمت حالي، لأنه أنا ما بحب حدا يلقطني من الإيد اللي بتوجعني. بس هذا الإنسان أنا قضيت معه أيام حلوة، عملت معه هالولاد وهيدا العائلة. أمه لليوم بشتقلها، يلي هي عم تربي الاولاد، واللي كان لازم، انا بقول انه تشحطه له، تقول له ممنوع تحرم نادين من الاولاد. ام بالنهايه بتعرف قدام ولدها بتضعف، ما في الا شيء. سو ما رح اقول شيء، لانه بكون عم بلش عيش بين مرحله ظلم بمكان ما، انه انا تحت الضوء قادره بين حقي وانت منك قادر. والعفو عند المقدره، شو ما قلت وشو ما عملت وشو ما صار، ايه كرهته بمحلات وتمنيت له الموت، لأنه على ولدك بشعة ومرة وصعبة كتير. إلى أن وصلت لمحل من بعد ما خي انتقل، أنه لا، ليه بدي أعمل هيك؟ إذا أنا هالإنسان ما اتفقت أنا وياه، نحن عملنا شيء حلو كتير مع بعضنا، صح؟ خلينا بالحياة التانية، ربنا يجمعنا، ويمكن ما يجمعنا، يمكن ما يكون هو أهل ولا أنا أكون أهلي. وولادي في الله، وهو ما رح أقول اسمه، كنت بقرر ما أقول اسمه، وأنت يا جسكار بي، وعندك أم، والايام قليله والعمر قصير والحياه ما لها معنى، والحياه صعبه بما فيه الكفايه تنصعب على بعض. اللي كانوا طولهم هالقد صاروا مترين. اذا هالشي بيريحك انك تضل حرمني هن وانت هيك بتكون مرتاح، انا بحب اقول لك انه نهايتك ما حتكون حلوه، واول انسان حابكي عليك، لانه بكره اني احب حدا بالحياه ينجرح او ينأذي. يا ريت صار له شيء وقتها كنت كرهنته، هلا بطلت. هو والله يا بيقول للاولاد الحقيقه اللي أنا أخطأت فيها واللي هو أخطأ فيها، وبيجرب يظبط الأمور، يا أما منك لله يا حبيبي، منك لله، والشكوى ما تصحش أبداً إلا لله. على أمل اللقاء القريب نادين. خلينا نرجع شوي لحياتك العاطفية، ما بقى بدي بكيك كتير يا نادين. خيي حياتي دراما. اليوم أنت اليوم نادين أنت بفترة استراحة وعايشة على الآخر، مثل ما على الآخر.
هالقد نادين الحبيبة إذا بدنا نقول صعب التعامل معها؟ لا والله، هو بتعرف إمتى بصير صعب؟ من إيدها. من إيدها ليه؟ لأنه بتعطي كتير، بصير صعب لأنه بعطي وبعدين بصير حط فريمات. بصراحة كل الرجال يلي مرقوا بحياتك ما قدروا يستوعبوا نادين الراسي؟ لا والله حاتم بلا. نادين مكفين بكتاب الشهرة الخاص فيكي، ولكن رح نطلع تاني فاصل إعلاني ومنتابعك.